اهلا اهلا، السلام عليكم اخواتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد، الروتين الحداقه والحماس والطاقه الايجابيه والشهيوات، كاع داكشي اللي كيحب خاطركم غتلقوه ان شاء الله هذا النهار هذا في هذا لا فيديو هذا. ولكن قبل ما نبدا معكم ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار، فغادي نبغي نقول لك حبيبتي الا كنتي اول مره كتكتشفي القناه ديالي، فما تنساش ليا انك تشتركي فيها وتضغطي كذلك على زر الجرس باش يبقى يوصلك ان شاء الله كل ما هو جديد للقناه بطبيعه الحال الا عجبتك. وبالنسبه للناس القدام فانتم تبارك الله ما شاء الله راكم مالين الدار ومالين القناه، ما تنساونيش بتعاليقكم وبلي لايك ديالكم باش هكا الفيديوهات كيزيدوا كيطلعوا الناس وحدين اخرين. اليوم ان شاء الله بديت معاكم الروتين ديالي من الصباح، اختكم صباحه على واحد القراش اللي باغا نوض نصيبهم، وتحت الطلب ديال بعض الاخوات اللي شحال هادي وهما تيقولوا لي عافاك النوضه بغينا القراش اولا القرص بطريقه اللي هي سهله وبطريقه اللي هي جد مبسطه. وكل مره كنقول صافي واخا اليوم غدا اليوم غدا، ايوا قلت والله يا لاله نصيبهم ليكم ان شاء الله على طريقتي. فقلت هما الاولين غادي ندوز ان شاء الله، راكم عارفين القراش اللي تيبغيو هكا يتخدموا ويبقاو يخمروا المره الاولى عاد تولي تخمريهم المره الثانيه، داكشي علاش قلت انا نخلطهم هما الاولين عاد ندوز ان شاء الله نجمع الدار. راكم عارفين الروتين ديال المراه المغربيه، ضروري ما خاصك تحركي هنا وتمشي هنا وتدوزي هنا، يعني الحاجه الا ما درتيهاش انت راه ما كاينش اللي غادي يديرها لك. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نشارك معكم المقادير. غادي نحتاج فيهم 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 6 الكيسان ديال العنبه، غادي نحتاج لواحد شويه ديال الزنجلان والنافع، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، كيس ديال سكر الفانيلا، غادي نحتاج جوج الكيسان ونص ديال الماء، نص كاس ديال سكر سنيده، ونص كاس ديال زيت المائده. هاد القريشلات البنات كيف ما شفتوا بلا بيض بلا حليب بلا سميتو بلا زبده، يعني غير بمكونات اللي هي بسيطه ان شاء الله غادي نوجدوا واحد القراش اللي كيجيو هشاشين ورطيط بين البنات. بالنسبه للسكر فانا درت كميه اللي هي قليله، غير نص كاس، اللي تيبغي الحلاوه يعمر الكاس يعني يديروا كاس كامل. صافي انا درت جميع المكونات هنايا في العجانه وغادي نديرهم ان شاء الله في العجانه باش يتخلطوا ليا بجوج الكيسان ونص ديال الماء. بالنسبه للقوام ديالهم البنات خاصو يكون كيتلصق في اليد، يعني تكون العجينه كتلصق في اليد، وهانتوما غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش خاصو يكون. يعني انا عطيتكم حتى العبار ديال الماء، يعني جوج الكيسان ونص اللي غادي تحتاجوا في هذه الكميه هادي ديال الماء. هانتوما البنات القوام ديالها كيفاش خاصو يكون، يعني كتكون كتلصق في اليد. وبالنسبه للماء راه كيما قلت لكم حيت بعض الاخوات كيبغيو العبار اللي تيكون مضبوط، انا عطيتكم العبار يعني جوج كيسان ونص ما يعادل واحد 300 مليلتر ديال الماء. هنايا في العجانه خليتها غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها ان شاء الله حتى كيضاعف ليا الحجم ديالها تماما، عاد ديك الساعات نولي نرجع ليها ان شاء الله. وهنايا دست البنات بديت كنجمع في الدار، جمعت الصالون ودست هنايا البلاصه فين حاطه سالامونجي، طلعت ليا فراسي وانا مدوراها لهادشي، بغيت هكا راكم عارفين كنبغيو شي شويه تغيير ولو باشياء اللي هي بسيطه، ولو غير بدوك الحويجات اللي عندنا في الدار كنبغيو نغيرو شويه في البيس ديالنا. فدست هكايا قلت نمسح شي شويه دوك القريعه هكايا، ماشي قريعه داك الفاز ديال حبس الدوش عليا، نمسح داكشي اللي راني حاطاه فوق الطبيله، داك البلاطو، داك الفانوس ديال ايكيا، الفاز، المهم نمسح داكشي من الغبره. راكم عارفين دغيا الدنيا كتغبر. هنا غنشارك معكم واحد الحيله لتعطير المنزل، احسن حيله تقدي انك ديريها وصراحه عمليه. هنايا خيده واحد الريحه ديال العبار دوك ديال 20 درهم كنت واخداها، وكانت صراحه تتعجبني وبحال هي شويه مجهده ما بقيتش كنديرها. صافي وليت شديتها ودرت فيها دوك العويدات ديال الشوا، قطعتهم قديتهم من الفوق وخشيتهم في ديك القريعه، وليت هكا مره مره كنشدهم وكنقلبهم. ما نقولش لكم البنات كيخليو واحد الريحه، واحد الريحه في الدار واعره البنات، غير جربوها وردوا عليا الخبر. ففي العاده كيكونوا دوك القريعات اولا دوك المعطرات اللي تيكونوا بهذا الشكل هذا كناخذوهم، و تيكون الثمن ديالهم شي شويه زايد، يعني ما نقدوش بعد خطرات اننا نشريوهم، سيرتو الا كانت شي ماركه اللي هي باينه ومعروفه كيكون الثمن ديالها شي شويه زايد، ما كتقديش انك
تاخذيها، ولكن الا جيتو تشوفوها البنات راه نفس النتيجه. راه حتى هاد الرويحات شي ريحه انتيا كتفضليها كتعجبك غديري ليها هاد الطريقه هادي والله البنات الا. وسيرتو هاد القرعه انا كنت واخده ديال 30 درهم، كاينين دوك القراعي 20 درهم تيكونوا بوحدهم الشكل ديالهم، وهاد القراعي اللي راني وريتكم ب 30 درهم فالشكل ديالهم تيجي زويون هكا، يعني ما تتكونش باينه نهائيا انها ديك الريحه ديال 20 درهم، رغم انني انا مولوعه بدوك الرويحات ديال 20 درهم لحقاش يكونوا فيهم رويحات اللي هما زوينين. صافي دزت مسحت هذاك الشيء ودزت جريت ديك سالامونجي وغادي نشطب ان شاء الله هنايا تحت منها، راكم عارفين ضروري مع الفطور ملي كيفطروا البنات ولا ملي كيتغداو ولا راكم عارفين ضروري ما خصك تجري الطبله وتشطبي تحت منها وتولي تجفي تحت منها. فدزت هكايا غادي ندوز واحد الشطيبه وموراها ندوز ثاني ان شاء الله واحد جفاف يكون خفيف ظريف، وعاد ديك الساعه غادي نولي ان شاء الله نرجع الطبيله ديالي. هنايا غادي يبان لكم انني كنخوي الماء من ديك البوديزه، هذه ديك البوديزه ديال الجل ديال الماكينه ديال الصابون، تخيلوا مني كيسالي ليا كيبقى فيها هذاك الجل، هذاك الجل كنخليه في ديك القرعه كنزيد له الماء وكنولي نزيد له شي شويه ديال الجافيل وكان هو كنولي كنجفف به بعض الخضرات داك النهار اولا كنحك به الطواليت، كيخلي حتى هو واحد الريحه اللي هي زوينه. شوفوا راه قلت لكم فيديو راه فيه الحداقه وفيه النشاط وفيه الحيل وفيه كل شيء، كاع داك الشيء اللي بغى خاطركم غتلقاوه في هذا الفيديو. يلا نضحك معكم وخلاص. صافي دزت هنايا صافي ضربتها بواحد الشفيفه خفيفه ظريفه وغادي نولي نشد الطبيله ديالي، غادي ندورها كانت عندي بالطول دابا غادي نديرها بالعرض، وخليوا لي الراي ديالكم اما احسن واش بالطول اولا بالعرض، فانا غير بغيت هكاي باش نغير واحد شويه، فشحال هذه ما بقيت درتها بالعرض، فكنت كنديرها مره بالطول مره بالعرض، فكل مره وشنو كنت كندير. وصافي واحد المده رجعي لشي عام تقريبا وانا يعني مخلياها غير بالطول. صافي شويه هو يقول لي واحد الراس اجي ندورك العرض كيف ما كنت كندير لك شحال هذه. وصراحه انا جاتني الصراحه جات مزيانه، وخليوا لي نتوما الراي ديالكم واش جات مزيانه ولا لا. دابا ان شاء الله دزت باش غادي نمشي نوجدوا الغديوه ديالنا، فهنايا غادي ندير فخيضات ديال الدجاج غادي نديرهم ان شاء الله في الفران مع البطاطا. بالنسبه هنا كتوابل غادي ندير واحد الدويمه ديال الثومه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، تحميره مليحه، وشي شويه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نحتاج كذلك هنايا الفخيضات، راه كان سبق ليا شديتهم وغسلتهم، كانوا صراحه عندي في المجمد جبدتهم وفلحتهم واحد شويه، غنحتاجوا شي شويه ديال الزيت، شويه ديال لا موطارد. وبالنسبه للبطاطا البنات فانا كناخذ البطاطا كنغليها كطلع فيها الغليه، ماشي كنسلقها وانما كنغسلها كنقيها في الاول كنغسلها وكنقطعها دوائر بهذا الشكل هذا، وكنحاول انني غير نطلع فيها ديك الغليه مع واحد القبيصه ديال الملحه، ما نخليوهاش كاع حتى تتسلق لينا باش هكا ما كتقصحش لينا في الفران ودغيا دغيا كطيب لينا. فانا غادي ناخذ هذوك التوابل غادي نشرمل بهم داك الفخيط ديال الدجاج، وماشي ضروري البنات ديروا الركيبات، يعني تقدروا ديروا الركيبات، تقدروا ديروا الدجاج مقطع طروفه جنيوحات، يعني داكشي اللي عندكم. انا غير كان عندي هاد الركيبات فهما اللي شديتهم وشرملتهم في هاد التوابل مع شويه ديال الزيت، خديت هذيك العطيريه درتها تمايا على الدجاج ودرت فيها شي شويه ديال الزيت شويه ديال لا موطارد وشرملتهم. هنايا تقدروا تخليوه شي شويه مرقد واحد ساعه المكانه نص ساعه باش هكا كيجيكم الدجاج ديالكم فتي وكيجي
يجيكم زوين. الا بغيتو تزيدوا حتى واحد شويه ديال العصير الحامض راكم غادي تزيدوه، كيجي كيفتت لكم هكا داك الدجاج وكيجي هشيش يعني دغيا دغيا كيطيب وكيجي رطيب ما كيجيش قاصح. صافي انا ان شاء الله غادي ناخذ هاد الفخيضات هادو وغادي نستفهم ان شاء الله فوق البطاطا. صافي انا ما غاديش نخليه زعما يبقى مرقد تما في البول، خديته ودرته مباشره فوق البطاطا، وديك اللي قامه اللي غادي تبقى لي غادي نولي نزيد عليها واحد شي شويه ديال الماء ونولي نخويها فوق هذيك البطاطا وفوق هذاك الدجاج، نزيد عليهم زويتينات. ولا عندكم شي شويه ديال الحامض مصير راكم تقدوا تزيدوا حتى هو. عاد ديك الساعات غادي نولي نخليها على جنب واحد نص ساعه تقريبا بحال هكا، يعني حتى كيتشرب ليا داك الدجاج وديك البطاطا ديك العطريه. عاد نولي نغطيهم بورق ديال الزبده وبشي شويه ديال الالومنيوم وندخلهم للفران يطيبوا على خاطر خاطرهم البنات، راه دغيا دغيا كطيب. والاهم من هذا الشيء كامل انها كتجي هاد السوينيه هذه خطيره وبنينه بنينه بنينه بزاف. بغيتكم البنات تجربوها وتردوا عليا الاخبار. هنايا غادي نرجع ان شاء الله للقرص ديالي اولا القراشل بعد ما خليتهم يعني الوقت الكافي حتى ضعفت ليا ديك العجين. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله راها خمرات وتضاعف الحجم ديالها تما في داك البول ديال العجانه. صافي هنا ضروري ما كنستعنوا بشي شويه ديال زيت المائده باش هكا ما كتلصقش لينا ديك العجينه في اليد. راكم عارفين العجينه ديال القرص اولا القراشل فكتكون خفيفه البنات بزاف وكتكون كتلصق بزاف في اليد، فداك الشيء علاش خصنا ضروري نستعنوا بشي شويه ديال الزيت باش كيعاوننا. صافي هنا غادي نبدا كنشكلها كريات. هنا نتوما ديروا القياس اللي بغيتوا، فانا درتهم شي شويه كبيبرين يعني المهم بالنسبه لي انا هادو راه شي شويه كبيبرين. راه تقدوا نتوما هاد القريصه هادي تقسموها على زوج وغادي تشوفوا في الاخير قداش تبارك الله ما شاء الله قداش جاو، راه جاو فنين وجاو غزالين والحجم ديالهم راه جات تبارك الله ما شاء الله كبير. يعني بالنسبه للاخوات اللي تيبغيوهم صغار راه هاد القريصه هذه واخا تبان لكم راها صغيره ولكن راه ملي كتخمر ومني كتدخل الفران راه كيزيد يتضاعف الحجم ديالها كتولي تبارك الله كبيره، يعني تقضي تقسميها على زوج. صافي فانا كنبقى كنستعان بشي شويه ديال زيت المائده حتى غادي نكمل ان شاء الله العجين ديالي ونحط في واحد اللاطه اللي كنكون ديجا فرشت ليها الورق ديال الزبده باش هكا كيعاوننا ان الكريسات ديالنا ما كيلصقوش لينا نهائيا في اللاطه. صافي هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا بعد ما شديت الكميه كامله اللي كانت عندي كنبقى نستعمل بشي شويه ديال الزيت المائده وكنحاول انني نقرصهم غير هكا واحد شويه، يعني ما نقرصوهمش بزاف غير باش ما كيجيوناش مبوقين بزاف، يعني كيجيونا في الشكل ديالهم مبسطين شويه. صافي انا كنقرصهم بحال هكا. وبالنسبه للقياس راه خرجت ليا 12 حبه يعني 600 غرام ديال الدقيق خرج ليا 12 حبه. غادي نخليهم ان شاء الله غادي نغطيهم ونخليهم حتى كيتضاعف ليا شي شويه الحجم ديالهم، عاد غادي ندهنهم بواحد بيضه كامله. انا درت هنا بيضه كامله زدت فيها واحد شي شويه ديال نيسكافي وواحد شي شويه ديال صوص صوجا، يعني نيسكافي وصوص صوجا. صافي وغادي ندهن الكريسات ديالي اولا القراشل ديالي الدهنه الاولى، عاد نولي ندهنهم الدهنه الثانيه ونولي نرشهم شي شويه ديال الزنجلان اللي غير منقي ما مصهطه ما حتى شي حاجه لحقاش مازال غادي يدخل للفران وديك الساعه راه هو غادي يتحمر تمايا ماشي مشكل. صافي انا كما قلت لكم غادي نكمل ان شاء الله الكريسات ديالي بنفس الطريقه حتى ندهنهم كاملين ونولي نرشهم ان شاء الله بشي شويه ديال الزنجلان، وعاد ان شاء الله غادي ندخلهم للفران يطيبوا على خاطر خاطرهم بالنسبه للعافيه تكون مهيله ما نجهدوش عليهم الفران، نخليو الفران ناقص البنات باش كيطيبوا لينا على خاطرهم وكيجيو من الداخل طيبين. الا جهدتوا عليهم الفران راه غيتحمروا لكم وليني يبقاو لكم من الداخل شي شويه مدقصين، فمن الاحسن عطيوهم حقهم في الطياب. صافي انا غادي غير نخرج ان شاء الله الويطه ديالي ديال الدجاج صافي ونولي ندخل ان شاء الله الويطه ديال القرص.
وها هي سوينيتي ديال الدجاج بعد ما خرجتها من الفران. ما نقولش لكم يا البنات كيفاش جات كتحمق وجات لذيذه. هانتوما راه باقه سخونه هنايا، غير خرجتها صافي وليت دخلت البنات اللاطه ديال القراشل مع هذا الفران باقي سخون دغيا هكا كيسرع علينا العمليه ديال الطهي. رافقت السوينيه ديالي بشي شويه ديال الرز بالخضر. بالنسبه للرز بالخضر كنت ديجا مطيبه ليلة قبل وكان باقي عندي، فرزته هكا يا رافقت به الويطه ديالي. فبالنسبه للرز كان سبق ليا وشاركته معكم يعني شحال من مره في القناه كنديرو بالخضر، كيجي صراحه زوين. بالنسبه للناس الجداد اذا بغيتو نعاود نبارطاجي معكم الطريقه ديالي خليوها ليا ان شاء الله في لي كومونتير ونشاركو معكم على شله. وهنا يا اختي هان على القرص ديالي بعد ما خرجتو من الفران وبردو. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيجي وكيخرجوا كيبنيه اللي هي تبارك الله ما شاء الله. يعني راه 12 حبه عندي هنايا، ولكن راه كل حبه يا حبه راه تبارك الله. اللي بغاهم صغيورين هانتوما شوفوا لي كيفاش داير، راه اللي بغاهم صغيورين راه غادي يخرج ليهم تقريبا 24 الا بغيتو ديروهم يعني صغيورين. انا راني درتهم كبيرين، شوفوا لي تبارك الله وشوفوا لي كيفاش كيجيو طيبين. هانتوما واحد ربطوا بيا فيهم. انا غير سمحوا لي بزاف البنات اللي كانوا هكا طالبيني على الطريقه ديالي في القرص، يلا كتاب وجدتها معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله انكم نتوما تجربوهم وينالوا ان شاء الله الاعجاب ديالكم. نتوما يا اختي شوفوا لي كي كيجيو، يجي اختي هذا القرص غير سيضحك يا اختي غير كيضحك. شوفوا تبارك الله ما شاء الله راه بردو. هانتوما نحل معكم هكا واحد الوحيده باش تشوفوها. شوفوا يا اختي هانتوما شوفوا ليا باقي خارج منه الدخان. شوفوا هانتوما كيجي صراحه فوزال البنات، مفشفش هكايا ديروه الكوتي توجدوه الفطور ديال الصباح تعطيوه لوليداتكم ضروري. ميمكنش نوجدو واحد الحاجة وما ندوقوهاش. بسم الله واعي فنين البنات. على العموم الكمية اللي عطيتكم ديال السكر كيجيو ناقصين، نقول لكم اللي دغمتك وهضرت كمل ليكم كما قلت لكم الكمية اللي درت معاكم ديال السكر راه كيجيو ناقصين من الحلاوة. لي تيبغي السكر شي شويه حلو اولا تيبغي هكا هاد القراش اللي يجيوكم حلوين شويه وليو زيدوا السكر. بالنسبه لي انا كنقول هادو كافيين في السكر ديالهم، يعني اللي بغى يدهنهم بعسيله بشويه ديال الكونفيتور يعني كندخلوا الشوكولاط يعني راكم عارفين حلاوتهم. يلاه كتجي هي هذيك معتدله مع الحاجه اللي غادي نديروها فيها وصافي. هادشي اللي كاين حبيباتي، هنا غنسد معكم ان شاء الله لا روتين ديال هاد النهار. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الروتين ديال هذا الصباح، شاركتوا معكم البنات من الصباح، شاركت معكم ديك الويطه او الصينيه ديال الدجاج بالبطاطا حتى هي راه كتجي خطيره، وشاركت معكم القرص. وان شاء الله فيديوهات جديده ثاني نشارك معكم حويجات اخرين ان شاء الله. يلا حبيباتي غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ما تنسونيش بصمه يختي بصمه ولايك ولايك ولايك. يلا نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد نهار جديد وروتين جديد. باي باي مع السلامه.